قدراتك وبالقوة الذهنية. لقد برهنا أمام غابون ومالاوي أننا نستمتع بقوة ذهنية كبيرة مكنتنا من العودة في المواجهتين. افتح بروفيل ديال اللاعب سفيان بوفال، أكيد كيشكل متاعب كبيرة خاصة في المواجهات المغربية المصرية. وثق بيا بأن المصريين غادي يديروا حراسة لصيق على بوفال، لأنه إلى خلاوه غادي يدير لهم متابعة كبيرة. بغيت نرجع قبيلة جبتي فرص، نتمنى يكون فال خير على المصيري، حيت فاش فزنا بكأس إفريقيا كنا لعبنا ضدهم وفزنا عليهم بجوج الإصابات، وشجع فرص وعبد العالي الزهراوي، فبالتالي نتمنى ان اليوم نشجع المصيري ونكملوا ونواصلوا المشوار. بوفال كيبقى، شوف بوفال درت لي حراسه ولا ما درتيش لي حراسه، كيبقى من اللعاب الخطيرين اللي ديما اما غادي يدوزك يراوغك، واما غادي يجي الخطر.